جود من الماجود، دائما بنسمع هذا المثل بس ما عمرنا عرفنا كيف اجا ولا متى اجا ولا ليش بنحكى. قصة هذا المثل انه كان في رجل عليه دين كثير وقرر انه يقترض مبلغ ثاني حتى يسدد الدين اللي عليه، واقترض من احدى المرابين وزاد عليه المبلغ بالضعف، اجا وقت السداد وما معه يسد، فقرر انه يروح لاصدقائه ويشوف مين بيقدر يساعده. بيوم من الايام راح لعند صديقه، جاء صديقه اكرمه وقدم له الطعام والشراب، وكان كثير صديقه بحبه، فكان مشغول بال انه كيف بده يفتح معاه الموضوع انه لازم يساعده بسداد هذا الدين. اثناء الحديث قرر انه يطلب منه الفلوس، حكى له انه انا علي مبلغ 1000 دينار ولازم انت تساعدني عشان اسد هذا المبلغ او بنسجن. فحكى له صاحبه انا كثير بحب اساعدك وحاب اساعدك بس انا ما معي غير 500 دينار وما بقدر اعطي غيرهم. حكى له انا محتاج اكثر، محتاج 1000 وانا اذا ما سديتهم بنسجن وانت كريم وانا صاحبك وانت جود من طبعك. حكى له يا صاحبي انا ما معي غير 500 دينار والجود من الماجود. لو بدنا نطبق هذا الشيء على ارض الواقع بنقدر نحكي انه لو كلنا ساعدنا بعض بغض النظر عن حجم المساعده قد ما كانت، هيك احنا قدرنا نحقق التكافل الاجتماعي، قدرنا ننشر المحبه بيننا. والتطوع اكبر مثال على هذا الشيء، ممكن ما تقدم شيء مادي بس انت بتقدم مساعده للناس وممكن تعني لهم شيء كثير.